استراتيجيات التدريس في فنلندا. تتنوع طرق واستراتيجيات التدريس في فنلندا، فهي تركز على التعلم الفردي وتنمية مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات لدى الطلاب. لذلك لو حبينا نستعرض أهم استراتيجيات التدريس المستخدمة في فنلندا، نلاحظ أنه استخدم استراتيجية التعلم التعاوني، حيث أنها تركز على العمل الجماعي بين الطلاب من أجل تحقيق أهداف تعلم مشتركة. كذلك من المعلمين ما يستخدم التعلم القائم على المشاريع، حيث أن يكون لكل طالب دور محدد في حل مشكلة معينة وتحقيق هدف معين من خلال البحث والتقصي وإجراء التجارب. كذلك هناك من المعلمين يستخدمون استراتيجية التعلم النشط من خلال إشراك الطلاب في عملية التعلم والأنشطة والتجارب العملية. كذلك منهم من يقوم باستخدام استراتيجية التعلم القائم على الأسئلة، حيث يركز التعلم القائم على الأسئلة على تحفيز الطلاب على التفكير النقدي وحل المشكلات من خلال طرح الأسئلة. كذلك ممكن منهم من يستخدم التعلم القائم على الاكتشاف من خلال السماح للطلاب باكتشاف المعلومات بأنفسهم من خلال إجراء التجارب والبحث والتقصي. لذلك يستخدم المعلمون في فنلندا مجموعة متنوعة من استراتيجيات التدريس حتى تناسب احتياجات الطلاب وموضوعات التعلم، وكذلك توفير فرص تعلم مناسبة لقدرات الطلاب واحتياجاتهم من خلال اختيار الاستراتيجية التعليمية الأكثر فاعلية. كذلك مع استخدام استراتيجيات التدريس هناك التعلم باللعب، حيث يقوم الطالب بتفريغ طاقته واللعب، وكذلك مسرحية المنهج أو لعب الأدوار أو تمثيل الأدوار، وكذلك استخدام استراتيجية العصف الذهني. فهذه جميع الاستراتيجيات التي يستخدمها المعلمون في فنلندا. كما أن نلاحظ أن المعلمون في فنلندا لا يستخدمون التقنية بشكل كامل بنسبة 100%، فأحيانا يوظفون التكنولوجيا في التدريس حسب الحاجة، ولكن ليست هي الأساس، ولكن الأساس هو وجود وتفاعل المعلم في الصف. يمكن أن يوظف التكنولوجيا، ولكن هذا ليس شرطا أساسيا. لذلك لو لاحظنا الخصائص البارزة لاستراتيجيات التدريس المستخدمة، تركز على التعلم الفردي من خلال دعم الطلاب وتوفير فرص تعلم مناسبة لقدراتهم واحتياجاتهم، بتركز على مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات من خلال التواصل مع الطلاب ووضع مشكلات لديهم تحثهم على الحل وإعطائهم بعض المعطيات، فيقوم الطالب بتحديد المشكلة ثم فرض الفروض ثم تجريب هذه الفروض واختيار الفرض المناسب لحل المشكلة. كذلك يركز على التعلم النشط من خلال إجراء بعض الأنشطة للطلاب أو تنوع في استخدام استراتيجيات وطرق التدريس المتنوعة وإجراء التجارب العملية، وكذلك التعاون المشاركة من خلال استخدام استراتيجيات التعلم التعاوني والعمل الجماعي وتوزيع الأدوار على الطلاب، فكل طالب مكلف بمهمة معينة يقوم بتنفيذها، ثم بعد ذلك يتعاون الطلاب مع بعض في أفراد المجموعة لحل مشكلة معينة.